عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخ مصطفى، وحياك وبارك فيك يا عم سيد، تفضل. كان في تسأل الله لو تكرمت. السؤال الأول يقول حكم الصلاة خلف الإمام وهو يصمم على الانحراف عن القبلة 45 درجة. 45 درجة ويعلم ولا جاهل ولا إيه؟ دي كانت القبلة القديمة وهم علموا في الجامع كله بالقبلة الجديدة وعرفوه، فهو مصمم يقف كده منحرف. تستطيع تصلي في مسجد آخر؟ هو الأخ اللي بيسأل، ما أنا أقول لك الإمام هيكون الإمام في اتجاه وأنتم في اتجاه آخر، يعني 45 درجة مسافة كبيرة، يعني انحراف كبير جدا. تمام، خمسة يعني هو كده وأنا في الأمام، يعني إما تنحونه أو تصلون في مسجد وفق السنة، وإن اضطررتم صلوا أنتم تجاه القبلة واثموا على نفسه، لكن لا نحب الخلاف هكذا، صلوا في مسجد آخر أفضل. عفوا يا شيخ سيد، قطع الخط عفوا رغما عني.